البروستات هي غدة صغيرة على شكل حبة الجوز في الجهاز التناسلي الذكري. إنه مهم لإنتاج الحيوانات المنوية، ويمكن أن يسبب مشاكل إذا لم يتم علاجه بشكل صحيح. سرطان البروستات هو نوع من السرطان يصيب الأعضاء التناسلية الذكرية. كل عام تقريباً 200,000 أمريكي يشخص بسرطان البروستات. واحد من كل 9 أشخاص مصابين بأمراض البروستات سيصاب بسرطان البروستات في حياته، وهذا يشمل الرجال والنساء المتحولين جنسياً وحاملي صفات الجنسين والأشخاص الذين لديهم أعضاء جنسية ذكورية ولكن ليست ذكوراً تماماً. التاريخ العائلي للإصابة بسرطان البروستات يزيد خطر الإصابة بالمرض. أنت أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستات بمرتين إلى 3 مرات إذا كان والدك البيولوجي أو أخوك أو ابنك مصابا بسرطان البروستات. الخطر الآخر هو احتمال إصابتك بسرطان البروستات مع تقدم في العمر، وأنه أكثر شيوعا بعد سن 50، وتحدث أكثر من نصف الحالات لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما. هناك مخاطر صحية أخرى يمكن أن تتعرض لها عيزا، وهي الإرق والوزن وعادات التدخين. ولكن يمكن أن يصيب سرطان البروستات الرجال من جميع الخلفيات وأنماط الحياة. في أكثر الأحيان قد لا تظهر أي أعراض لسرطان البروستات في البداية، ولكن مع نمو السرطان قد تبدأ في مواجهة بعض العلامات التحذيرية. إذن ماذا تفعل؟ ستساعدك معرفة أعراض سرطان البروستات على مراقبة أي تغيرات تتعلق بصحتك وبسرطان البروستات. لا تنسى أن هذه الأعراض لا تشير إلى وجود سرطان في البروستات، وفي الواقع إن معظمهم يأتي بشكل قياسي مع تقدم العمر. ولكن إذا كنت تعاني كثيرا من هذه الأعراض أو لديك مخاوف أخرى، فقد يكون من الأفضل أن تراجع إلى طبيب متخصص في أمراض المسالك البولية. سيجد معظم الرجال صعوبة في التبول مع تقدمهم في السن. قد يعاني أن تدفق البول لديهم بطيء أو يتوقف ويبدأ بشكل لا يمكن السيطرة عليه. ومع ذلك فهذه ليست عادة علامة على الإصابة بسرطان البروستات. ولكن مراجعة الطبيب لفحص البروستات فكرة جيدة. إحدى الألامات المبكرة لمشكلة البروستات هي الألم غير المبرر في منطقة البروستات. يمكن أن يكون هذا شعيا بشكل خاص عندما تكون جالسا. قد يكون الطبيب قادرا على معرفة ما إذا كنت مصابا بالتهاب في البروستات أو بالسرطان عن طريق إجراء فحوصات واختبار لوجه اليقين. إذا كان لديك ورم في البروستات فقد يؤدي ذلك إلى صعوبة التحكم في المثانة والإحليل. قد يجعلك هذا تشعر بالحاجة إلى التبول كثيرا خاصة في الليل. عند التبول قد تشعر بألم أو بحرقان، وهذا ما يسمى عسر البول. يمكن أن يكون أحيانا علامة على وجود الالتهاب في المسالك البولية، ولكنه قد يكون أيضا علامة على الإصابة بسرطان البروستات. إذا كنت تعاني من فقدان السيطرة على المثانة فتحدث مع طبيبك. هناك بعض الأشياء التي يمكن أن تحدث عند القذف، مثلا الشعور بالألم وعدم القدرة على الانتصاب أو وجود الدم في السائل المنوي أو البول. مع نمو سرطان البروستات يمكن أن يسبب ألما في الزهر والورقين والصدر، وقد تعاني أيضا من التنمل أو الخدر في ساقين أو قدمين. علم
أن هذه العلامات لا تشير إلى أنك قد تكون مصابا بسرطان البروستات مؤكدة، ولكن زيارة طبيب المسالك البولية يمكن أن تساعدك في معرفة المزيد عن المخاطر الخاصة بك والتأكد من أن تتخذ الخطوات الصحيحة لتقليل المخاطر. ومع ذلك لا توجد طريقة للقضاء تماما على خطر الإصابة بسرطان البروستات. لتقليل خطر الإصابة بسرطان البروستات، تأكد من إجراء فحوصات منتظمة والحفاظ على صحتك بشكل عام. أجري التمارين بانتظام واتبع نظاما غذائيا صحيا. إذا كنت معرضا لخطر كبير فقد ترغب في الخضوع لفحص عاجلا. إذا كنت قلقا بشأن البروستات فتأكد من فحصها بانتظام. إذا لاحظت أي تغيرات، مثلا تغير في الحجم أو الألم أو الإفرازات، فيرجى التحدث مع طبيبك. يعيش معظم المصابين بسرطان البروستات لمدة 5 سنوات على الأقل بعد التشخيص. إذا عندك أي سؤال حول أمراض أو سرطان البروستات فأرجوك أن تتصل بنا. إذا حبيت هذا الفيديو فأرجوك أن تصب الإعجاب والاشتراك واللايكات لقناتي. مع السلامة.